السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع البويرة لنقف على الأشغال تاع طريق السيار اللي يربط إذن ولاية البويرة بولاية تيزي وزو، أو يربط مدينة تيزي وزو بطريق السيار الشرق غرب على مستوى بلدية الجباحية. إذن هنا عندنا مدينة بويرة هنا، وهنا عندنا طريق السيار الشرق غرب هذا اللي يمر على مدينة البويرة. وهنا نشوف البلدية تاع الجباحية هنا في هذه المنطقة هذه، وهنا نشوف طريق، هنا عندنا طريق السيار هذا اللي يجي من تيزي وزو باتجاه طريق السيار شرق غرب هنا. وهنا نشوف عندنا الجسر العملاق نتاع الجباحية، اللي يعد واحد من أكبر الجسور السيارة في الجزائر، واللي راه مازال قيد الأشغال، مازال ما اكتملش. إذن هذا هو الطريق، شوف هنايا فيه جسور كثيرة بسبب التضاريس الوعرة اللي موجودة في هذا الطريق اللي يبلغ حوالي 60 كيلومتر. إذن وهنا نشوف يعني الأشغال تاع الطريق هنايا، وهنا كاين جسر هنايا. إذن الطريق هذا مازال ما اكتملش. إذن نسبة الأشغال تبلغ حوالي 60% يعني في المشروع ككل. وللعلم هو فيه زوج أنفاق، واحد نفق كبير على مستوى دراع الميزان هنايا في المنطقة هذه، هاي المدينة تاع دراع الميزان، وفي عدة منشآت فنية. إذا هنا نشوف المدخل تاع النفق هنا، وهنا عندنا جسر أبيضيك. لو نروح المدينة تاع تيزي وزو نشوف يعني الطريق وين وصل من الجهة هذه. هنا عندنا المدينة تاع تيزي وزو، كاين جزء وهنا من الطريق تم الانتهاء الأشغال به هنايا في حوالي 10 كيلومترات إلى حدود المحولة هذا هنايا. إذا هذه هي الأشغال اللي انتهت يعني فيها، وهذا الشطر هذا قد تم يعني تسليمه، هو الآن راه حيز الخدمة. ونشوف هنا بعض الأجزاء من الطريق هنايا، هنا وهنا، وهنا عندنا نفق. هو الطريق فيه زوج أنفاق على كل حال، واحد جاي في دراع الميزان. إذن وهنا نشوف أجزاء من الطريق ما زالت يعني قيد الأشغال هنايا بسبب يعني التضاريس الوعرة هنا في المنطقة هذه، منطقة جبلية يعني. إذن هنا بعض الأجزاء تاع الطريق، نشوف هنا جزء آخر هنايا. إذن هذا هو الحالة الوضعية في الوقت الراهن. أترككم مع الصور التي أخذت هذا الأسبوع يعني أثناء زيارة تاع الوفد التقني يعني تاع ولاية تيزي وزو. إذن إلى المشروع هذا، وللعلم أنه لابد السلطات في ولايات أخرى جيجل و سكيكدا وين كاين المشاريع هذه، لازم تنشط شوية وتخرج تشوف المشاريع وتضغط على السلطات يعني على يعني المشرفين على المشروع. لازم تكون فيه متابعة يومية لهذه المشاريع من طرف السلطات، وخاصة المنتخبين في الولايات هذه، لكي تتحرك الأمور يعني. إذن أترككم مع الصور، والسلام عليكم.